تجيل ختام اللقاء التشاوري الجنوبي المنعقد في عدن إلى يوم غد الاثنين. محافظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري وتفعيل المنفذ الرئيسي. وزارة الخارجية تعلن تسيير رحلات إجلاء جديدة ل450 مواطنا من مدينة بور سودان. طبتم وطابت بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام. نشرة إخبارية جديدة من الغد المشرق، أهلا بكم. أفاد مراسلنا أنه تقرر تأجيل الجلسة الختامية للقاء التشاوري الجنوبي إلى يوم غد الاثنين، فيما يواصل اللقاء التشاوري للمكونات والأحزاب السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني عقد جلسات أعماله لليوم الرابع في العاصمة عدن. تستمر جلسات اللقاء التشاوري الجنوبي الذي نتج بعد فترة طويلة من الحوار الجنوبي الذي يضم كافة المكونات السياسية الجنوبية وتترأسها كيانات وشخصيات جنوبية بارزة. طبعا لليوم الرابع على التوالي يتواصل هذا اللقاء التشاوري الجنوبي، وأعتقد أنه تبلورت الكثير من الرؤى التي ستحظى بتوافق خلال هذه الساعات لإنجاز الوثائق التي قدمت لهذا اللقاء. هذا اللقاء أعتقد أنه يؤسس لمرحلة جديدة في الجنوب. اللقاء التشاوري لقاء سعى إليه الجنوبيين منذ سنوات. الجنوبيين كانوا بحاجة إلى رؤية مكتوبة تعبر عن تطلعاتهم وآمالهم في المستقبل، وأيضا تشكل رؤية مستقبلية لما سيتم عمله للوصول إلى هدفهم في الاستقلال. المندوبين الذين حضروا من جميع المحافظات يمثلون أغلب الشرائح السياسية والمجتمعية الموجودة في الجنوب. هدفهم الأول والأخير هو إنتاج وثائق مكتوبة. لقاء أبناء الجنوب في هذا الجمع التشاوري أبرز رغبة الكل في تقريب وجهات النظر للخروج برؤية جنوبية موحدة عن ماهية وشكل الدولة الجنوبية القادمة وإيجاد أرضية مشتركة للعمل السياسي الجنوبي القادم. اليوم اللقاء التشاوري جلست أمس الفرق المختلفة لصياغة المسودة النهائية للوثائق المقدمة، واليوم إن شاء الله بيتم إعداد الصيغة النهائية لهذه الوثائق، والتي أتوقع أن الكل يشارك فيها بشكل أو بآخر، وإن شاء الله تظهر بمظهر لائق يليق بالجميع الموجودين ويليق بتطلعات الشعب إن شاء الله. هذا اليوم الرابع على التوالي في اللقاء التشاوري الجنوبي الذي طمح الشعب إليه، وكان اليوم يوم فاصل، واليوم كل اللجان على تم الاستعداد للعمل في كل لجنة كل فوبها. اللقاء التشاوري الجنوبي الموسع انعقد بهذا الحجم والأهمية لمناقشة قضية مفصلية، وهي فرصة حقيقية لضبط مسارات العمل السياسي وإعادة تقييم مسارات إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة. يطمح ويتفق الجميع هنا بأن يخرج اللقاء التشاوري العام بميثاق شرف يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والشراكة لخدمة القضية الجنوبية وتحقيق تطلعات شعب الجنوب. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. هذا وتتجه أنظار المراقبين إلى ما ستفسر عنه النتائج النهائية للقاء التشاوري وسط آمال في الأوساط الشعبية والمجتمعية. عملنا منذ الأمس حتى اليوم على بلورة وتلخيص وأخذ كل المقترحات والرؤى التي قدمت للخروج بأسس مشتركة تمثل الميثاق الوطني الجنوبي. هذا عرس تاريخي عظيم نتمنى أن يكلل بالنجاح. أنا متفائل بنتائج الحوار باعتبار أن هذا أولا ليس حوار،
ولكن هو لقاء، وسيشكل بإذن الله اللبنة الأولى التي يمكن البناء عليها للحوار، والحوار هو محطات. أعول كثيرا على النتائج الإيجابية. نحن سعداء جدا اليوم ونحن في اليوم الثالث من اللقاء التشاوري الذي يضم مجموعة من المكونات السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وهذه تعتبر بادرة طيبة في جمع شمل كل الجنوبيين تحت صف واحد. نهني شعبنا الجنوبي على هذا اللحظة التاريخية الحازمة في تاريخ الشعب الجنوبي، وعلى رأسهم رئيس القائد عبد الرزاق قاسم الزبيدي، وكذلك نبارك للجنة الحوار هذا النجاح الكبير وهذا الجهود الكبير اللي بذلوها من أجل الخروج من هذا الإشكاليات السابقة. طبعا الحمد لله نحن التقينا كل مكونات الشعب الجنوبي من باب المندب إلى المهرو. إحنا اليوم في الحوار الوطني الجنوبي، يعني هو تعتبر حجر الأساس في الاتجاه الصحيح، يعني لملمة اللحمة الاجتماعية وأيضا لجمع كل الاتجاهات السياسية في سبيل بناء واستعادة دولة الجنوب. هذا اليوم الرابع للحوار، تسير النقاشات وجلسات الحوار بشكل إيجابي، وهناك تقدم كبير في مجال صياغة الميثاق الوطني وباقي الوثائق الأخرى اتجاهات بناء الدولة الجنوبية. لليوم الرابع على التوالي والناس مجتمعة وشكلت اللجان لأجل بناء مداميك للدولة الجنوبية لما تتعرض له منطقتنا وخاصة الجنوب العربي من تحديات كثر وأطماع كثيرة. اليوم الرابع على التوالي هناك، وهي يوم فاصل في هذا الجانب، لجان الصياغة بعد أن استلمت الملاحظات من كل المندوبين والتي تعيد عاكفها الأمس واليوم لإعادة صياغة الوثائق المهمة الذي على أساسها يخرج هذا الإلغاء التشاوري، وثيقة الميثاق الوطني وثيقة أسس الدولة المرحلة الراهنة. جلسة الحوار تسير بشكل جيد وممتاز. بالأمس تم توزيع الأسماء على اللجان، تم تقسيم اللجان، وبعدها بدأت اللجان بالعمل على الوثائق واستلام الملاحظات من المندوبين، وعكفت حتى وقت متأخر من الليل على استيعاب كافة الملاحظات التي قدمت من قبل المندوبين المشاركين. نحن من المهرة مثلنا كشباب، كنا موجودين في وحرصنا أن نكون موجودين من ضمن هذه المرحلة التاريخية المفصلية في تاريخ من تاريخ شعبنا الجنوبي، بأن نكون موجودين وحريصين، وحرصنا بأن نطرح آرانا وأفكارنا وما نطمح إليه في المستقبل، ولاحظنا أمور كثير إيجابية من اهتمام الشباب، تمثيل في تمثيل الشباب في أكثر من لجان. أكد فريق الحوار الوطني الجنوبي أن عدد المشاركين في اللقاء التشاوري في العاصمة عدن وصل إلى 223 مندوبا، وفقا لتمثيل وطني يعتمد على المساحة والسكان لمحافظات الجنوب الثمان. وأوضح فريق الحوار الجنوبي على لسان ناطقه الرسمي نصر هرهرة أن محافظة حضرموت حظيت بحوالي 66 مندوبا من إجمالي المشاركين، تليها العاصمة عدن بحوالي 60 مندوبا. وكشف هرهرة في بلاغه الصحفي حضور معظم المكونات السياسية الجنوبية في اللقاء. باركت وأيدت القوات المسلحة الجنوبية أعمال اللقاء التشاوري الجنوبي المقام في العاصمة عدن، وقالت القوات الجنوبية في بيان أنها فخورة بما يصنعه المشاركون في اللقاء التشاوري من إنجاز تاريخي ونجاحات جديدة، ويمثل امتدادا للانتصارات الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات. وأعربت القوات الجنوبية عن أملها وثقتها بأن اللقاء التشاوري الجنوبي سيخرج بنتائج تمثل إضافة نوعية جديدة للنضال الجنوبي التحرري. أصدر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي القرار رقم 64 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة للقيام بتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري وتفعيل المنفذ الرئيسي. وعين وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح
رئيسا للجنة، وتقوم اللجنة بتقييم سير العمل في المنفذ المؤقت والرفع بمتطلبات سرعة نقل النشاط إلى المنفذ الرئيسي وتحديد الاحتياجات والأولويات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير المنفذ الرئيسي غير المفعل وغيرها من التوصيات. أعلنت وزارة الخارجية تسيير رحلتي إجلاء بحرية للرعايا اليمنيين من مدينة بور السودان إلى مدينة جدة السعودية، والتي شملت 450 مواطنا ومواطنة. وأوضحت الوزارة أوضحت في بيان أنه تم إعطاء الأولوية للأسر والطالبات، وذلك في إطار عملية الإجلاء المستمرة التي تتم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة مواصلة العمل بتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل استكمال إجراء كافة الرعايا اليمنية. تمكنت القوات الجنوبية من إخماد مصادر نيران ميليشيات الحوثي في عدد من قطاعات الجبهة الحدودية في محور يافع. وأكد قائد محور يافع العميد عبد العزيز المنصوري تمكن القوات الجنوبية من استهداف مواقع ميليشيات الحوثي كرد على محاولتها لقصف مواقع القوات الجنوبية في عدد من القطاعات القتالية بالمحور. وتواصل الميليشيات الحوثية شن قصف بقذائف الهاون والطيران المسير في عدد من محافظات الجنوب. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. تدشين حملة منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية. من جديد أهلا بكم. أفادت مصادر محلية في صنعاء عن شروع ميليشيات الحوثي بفرض دروس تعبوية إجبارية يلقيها معلمون أغلبهم من صعدة تستهدف نزل السجن الاحتياطي، وهو ما يعد من الانتهاكات والتعسفات التي تمارسها بحق نزل السجون. لم تكتفي سلطة الانقلاب باستدراج عشرات الآلاف من الأطفال إلى مئات المعسكرات الصيفية لإخضاعهم لدورات تعبوية وتدريبات عسكرية مكثفة، بل امتد سلوكها لاستقطاب 65 ساجينا معتقلا في السجن الاحتياطي بصنعاء لإجبارهم على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية. مصادر محلية في صنعاء تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط عن شروع الميليشيات بفرض دروس تعبوية إجبارية تستهدف نزلاء السجن الاحتياطي، فيما قال حقوقيون يمنيون أن هذه الدورات باتت تشكل معاناة نفسية تضاف إلى مسلسل التعذيب النفسي والجسدي المكثف ضد المعتقلين والسجناء. وبحسب ما نقلته وسائل أعلام الانقلاب، دشنت الميليشيات ما يسمى أنشطة الدورات الصيفية للعام الحالي في السجن الاحتياطي بصنعاء وفي مئات المدارس تحت شعار علم وجهاد لغرض التزود بثقافة وأفكار الميليشيات. وعلى صعيد اتهام الميليشيات بالتصعيد من عمليات استقطاب السجناء بالمدن الواقعة تحت سيطرتها بعد مقايضتهم بالإفراج عنهم مقابل إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، كشفت تقارير صادرة عن أجهزة أمن الميليشيات في صنعاء عن أنها أفرجت في غضون شهرين ماضيين عن أكثر من 1200 سجين في عدة محافظات تحت سيطرتها. ويؤكد الحقوقيون أن قبول بعض السجناء بالمقايضة ناتج عما يتعرضون لهم من انتهاكات على أيدي الميليشيات في السجون. واتهم الحقوقيون القيادي المدعو محمد الديلمي المنتحل لمنصب النائب العام بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات لإبرام اتفاقيات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوف الانقلاب بتوجيهات من زعيمهم. وسبق للميليشيات أن أطلقت حملات لاستهداف وتجنيد مئات السجناء في مناطقها بذريعة العفو عنهم وإنهاء قضاياهم شريطة انخراطهم في صفوفها ومشاركتهم في القتال. وكان آخر تلك الحملات التي انطلقت قبل عدة أشهر لتجنيد أكثر من 250 سجينا بعضهم على ذمة قضايا جنائية. بحضور وكيل محافظة شبوة الشيخ سالم باعوضة ومدير أمن المحافظة العميد ركن فؤاد النسي، دشنت حملة منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية بالمحافظة وسط ارتياح شعبي واسع. حفل وعرض عسكري مهيب بمناسبة تدشين منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية من محافظة شبوة، بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومدراء عموم مديريات ميفعة ورضوم والروضة وحبان وقادة الأجهزة الأمنية والشخصيات الاجتماعية. أنا سعد اليوم بحضور تدشين منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية الأربع المديريات
نحن سعداء كثير وما وجدناه من الكوكبة الموجودة من قوات المشتركة، وسيكون اليوم انتشارهم في أغلب النقاط الموجودة حاليا بس بتعزيزها الأمني المتواجد. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. ننقل تحيات الأخ محافظ المحافظة إلى جميع الرجال الموجودين من القوات المشتركة، وهو طبعا حريص بكل حرص ويتابع في كل اللحظات الضبط الأمني. أنا دشن يومنا هذا 6 مايو من حمل السلاح في المديريات الجنوبية، في مديرية حبان، مديرية الروضة، مديرية ميفاء، مديرية الرضوم، مدينة عزان طبعا. يأتي تدشين من حمل السلاح في مطالبة من المواطنين في تثبيت الأمن والأمان. بعد أن انتشرت القوات المشتركة في هذه المديريات أتت المطالبة بمنع حمل السلاح، ونحن الحمد لله اليوم جهزنا هذه القوة للانتشار ومنع حمل السلاح والحفظ على الأمن والأمان في هذه المديريات. لحظات مهيبة سجلها هنا عناصر القوات المشتركة وهم يتأهبون لمهمة منع السلاح تعزيزا للحالة الأمنية ومكافحة الجريمة بهمم عالية يرتصها أولئك الشباب لتسجيل مزيدا من النجاحات الأمنية. احنا نشكر الأخوة في القوات المشتركة وكل القيادات في المديرية على هذا بذل هذه الجهود الخاصة، وهذا الصراحة شيء عظيم جدا، وأشكرهم من كل أعماق قلوبنا، وإن شاء الله يسيروا للأمام ونحن خلفهم. ظاهرة السلاح المنتشرة ظاهرة مش تمام، ومنع السلاح يغلل من الجريمة ويحد ويوعي الشعب على عدم ارتكاب الجريمة، والحمد لله نحن نتأمل الخير فيهم، وإن شاء الله المحافظة كلها بدون سلاح. نشكر قوات المشتركة بحملة تابد منع السلاح، ونشكر قائد القوات المشتركة أصيل بن رشيد حفظ الله والقيادة كامل ومنع حمل السلاح من منطقة كامل. ارتياحا وفرحة عارمة أنتابت أهالي المديريات الجنوبية جراء تدشين هذه الحملة الأمنية، معبرين عن الاستعداد للتعاون من أجل إنجاح حملة منع السلاح في المدن والطرق الرئيسية. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. نهاية النشرة بأبرز العناوين. تأجيل ختام اللقاء التشاوري الجنوبي المنعقد في عدن إلى يوم غد الاثنين. محافظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقييم ودراسة أوضاع ميناء الوديعة البري وتفعيل المنفذ الرئيسي. وزارة الخارجية تعلن تسيير رحلات إجراء جديدة ل450 مواطنا من مدينة بورسودان.